الله يصبر عائلته. هاد الكلمه اللي غنقول عطى الفنان اللي عطى المغرب ومن الفنان اللي كان عز علينا كاملين وعشنا معاه صغرنا كاملين ومن الفنانين اللي عزاز على قلوبنا الله يصبر عائلته. هاد الكلمه اللي غنقول شويه الحمد لله الحمد لله حنا كل نهار الحمد لله على كل حال. هاد الكلمه اللي نقولها الحمد لله امين يا ربي امين. الله الطبيب بغينا زعما الطبيب قال لي دابا في هاد اليومين غنكون عنده باش يشخص الحاله وتتمنى من الله سبحانه وتعالى يخفف عليا. هاد الكلمه اللي نقول انا كل نهار يعني الحمد لله كاين تحسن الحمد لله. الكلمه دابا في هاد اليومين ان شاء الله غنعرف تنقول يا ربي يخفف عليا يا ربي يخفف عليا يا ربي يخفف عليا يا ربي يخفف عليا. كانوا خرجوا بزاف ديال الجمهور كيتسائل عليك الريفي وكيقول لك يعني امتى غادي ترجع لنا بخير ولا خير ويعني وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخفف عليا. دابا باقي ما تنفكرش كاع في الدومين دابا صافي تنفكر غير نكون مزيان الحمد لله هادشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. كذلك مجموعه من الرقات وهذيك واش كان شي نتيجه ديال هاد الرقات ولا الهضره؟ الحمد لله مشيت عندهم الحمد لله على كل حال. كاين واحد السيد مسكين حتى هو الله يكثر خيره كان شي نتيجه من عند هاد الرقيه الشرعيه شي تيقول لك ما واكلش فهمتي ما عندي ما نقول هادشي. هذا وليتي لاباس وبحاله جيده واش تعتاف على الرضا؟ ما بقاش عندي المورال حتى شي حاجه ما عنديش المورال ما عنديش المورال حتى شي حاجه كاع. واش كتحاول انك انت تخدم على الخطوه اللي خدم عليها ادم النابلسي؟ كلشي ممكن. انا اصلا باغي ارتاح باغي الراحه بزاف ما نفسانيا ما ماشي هذاك ما عنديش المورال فالحمد لله انت حيت تنتوجع ف واش ما بقيتيش تفكري راسك في الغناء؟ صافي ما بقيت نفكر في حتى شي حاجه غير في صحتي الفيزيك ممكن مزيان. نفسيا اكثر من جسديا؟ اكيد نفسانيا راه حيت تنتوجع والحمد لله على كل حال. اش كتقول للعائله ديال المرحوم؟ ما بقاتش نهضر والله ما قولي لي شي كلمه بحق ديال الزوجه ديالك اللي وقفات معاك كيف ما شفتي. الله يطول عمرها والله يحفظها والوالده ديالي حتى هي الله يحفظها ليا الله يخليها ليا كاملين الله يحفظ لي الوالده ويحفظ الزوجه ديالي حتى هي مسكينه تكبصات معايا. وهاد الكلمه اللي نقول واللي كانوا سبب في هذا المرض ديالك شنو؟ ماشي قدر الله يمكن قدر الله سبحانه وتعالى. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.